أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حوار المساء، والتي نركز فيها على محورين. الأول، دلالات تصريح نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني بأن الجيشين العراقي والسوري يشكلان عمقا استراتيجيا لإيران. وفي المحور الثاني نناقش دراسة جديدة لمؤسسة الشرق الأوسط للبحوث تشير إلى أن 55% من النازحين يخططون للهجرة خارج العراق نهائيا. فاصل ونعود إليكم. قال نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني العميد حسين سلامي إن الجيشين العراقي والسوري يشكلان عمقا استراتيجيا لإيران. وأكد سلامي أن أفضل استراتيجية في الحرب مع العدو هي الاشتباك في مناطق بعيدة، مشيرا إلى أن إيران تمتلك القدرة على مواجهة التهديدات والأعداء حسب تعبيره. نتابع هذا التقرير ونعود للنقاش. وكأن إيران تسعى كل يوم لتأكيد المؤكد، لكنها اليوم لم تثبت فقط تدخلها بالدول العربية وتغلغلها فيها، بل ارتقت للحديث عن بعض الدول وكأنها محافظات إيرانية، وأركان هذه الدول السياسية والعسكرية تخضع لإرادة طهران. من دون مواربة وبتصريح فج جديد، خرج حسين سلامي نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني بالقول إن الجيشين العراقي والسوري يشكلان عمقا استراتيجيا لإيران، وهو ما يكشف مدى توغل طهران في المؤسسات العسكرية من خلال الميليشيات التابعة لها وتحويلها إلى أدوات لتنفيذ مخططاتها التوسعية في المنطقة، بل وربما تغلغلها في المؤسسات الرسمية في هذين البلدين. سلامي قال إنه من غير المنطقي أن يحصر أي بلد نطاق أمنه داخل حدوده، يعني وبحسب المسؤول الإيراني فإن القوات الحكومية في العراق التي أعيد بناؤها بعد الغزو الأمريكي بتجهيزات حديثة وصرف عليها المليارات أصبحت اليوم كما يقول سلامي حليفا محسوما أمره، بخلاف ما كانت تروج له الحكومات في العراق المتعاقبة أن الجيش الحالي هو لكل العراق، ليس طائفيا ولا يخضع لأي دولة أو داعم. ومع ذلك وعلى الرغم من وضوح مدى النفوذ الإيراني وتغلغله في العراق، فإن مراقبين ربطوا تصريح العميد سلامي بقرب موعد الانتخابات في العراق في ظل اصطفاف ممثلي ميليشيا الحشد المدعومين من إيران في جبهة تنافس رئيس الوزراء حيدر العبادي، وذلك لدعم بيئة تصويتية تخدم ساسة الحشد خلال عملية الاقتراع. ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ محمد شاهين الكاتب والمحلل السياسي من السويد، والأستاذ ماجد القيسي الباحث في الشؤون العسكرية من العاصمة بغداد، فمرحبا بكما معنا. أبدأ معك أستاذ شاهين محمد من السويد، كيف تقرأ تصريحات نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني العميد حسين سلامي بأن الجيشين العراقي والسوري يشكلان عمقا استراتيجيا لإيران؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إن مجمل تصريحات المسؤولين الإيرانيين من الدرجات الدنيا إلى وصولاً إلى خامنئي تنصب في مفهوم الفرس وسياستهم التوسعية والعدوانية في العراق وسوريا والدول العربية، وهذه النظرة التوسعية تحاول إيران تمرير إعلامياً على أساس أن كل العراق وسوريا جزءاً لا يتجزأ من إيران، وحرصت إيران على تدمير أو وساهمت بالأساس على حل الجيش العراقي مع أمريكا وإسرائيل لحل الجيش العراقي بإقامة الجيش. ونحن أشرنا أكثر من مرة على أن تركيبة هذا الجيش لا تتجاوز القيم الإيرانية في التشكيل الطائفي، لتكون هذه القوة خاضعة لها مسيطرة، لأن إيران تعيش ندبة تاريخية في حياتها وهي هزيمتها في مع العراق في حرب 88 التي انتصر فيها العراق انتصارا عظيما ماحقا على إيران. هذه الندبة جعلت من إيران أن تجعل المنطقة تخضع لها تحسبا لمستقبل، وكل السياسات التوسعية تبدأ بالإعلام وبالتالي بالتشكيل هو خاضعة لها في العراق وتعمل على جعلها
محافظات سياسية تابعة لها بالأساس. نعم. الأستاذ ماجد القيسي من بغداد، يعني نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني، قال بأن أفضل استراتيجية في الحرب هي الاشتباك مع العدو في مناطق بعيدة. هل يفهم من هذا التصريح بأن إيران عازمة على إبقاء تصفية حساباتها على الأراضي العراقية والسورية وغيرها من البلدان؟ شكرا جزيلا. الحقيقة مفهوم الاستراتيجية التي تطرق لها كلامي هو مفهوم صحيح، يعني من المنظور العسكري، يعني من المنظور العسكري انه دائما دخل المعركة خارج أراضي الدولة، وهذه المعركة هي هذه الحرب الحديثة الحالية التي تسمى بحرب مرتبة ولا متناظرة. فنعرف ان العراق وسوريا وإيران تعتبرهم إيران بالنسبة لها أمر استراتيجي منذ عام 2003، وكانت عندما احتلت القوات الأمريكية العراق أصبح التهديد على أبواب إيران، ولهذا نقلت المعركة إلى الساحة العراقية. لكن تصريح الجنرال قاسم الجيش العراقي أنا لا أتفق، يعني الجيش العراقي منظومة قد تبدلت بعد عام 2014، قد يكون هذا التصريح ينطبق نوعا ما قبل 2014، أي عندما شكل بريطة الجيش الجديد وكان يتألف أحزاب معارضة آنذاك موالية لإيران. 2014 تأسيس الصنبة الصغيرة التي كان تجلت احتلال تنظيم داعش إلى موسل وتريس والأنبار حوالي 40 مليون من ساحة العراق، تغير النظرة لهذا الجيش وبدأت بتشكيل منظومة جديدة مبنية على قيادة عسكرية مبنية على استراتيجية عسكرية صحيحة. اليوم الجيش العراقي حكومة أو مؤسسة عسكرية تختلف كليا عن عام 2014. ما يقوم به سلامي هو جزء من صراع الهيمنة الأمريكية الإيرانية، وكانت هناك تصريحات أكثر من هذا التصريح عندما قال هناك أربعة عواصم عربية. وهل العبادي قادر على إبعاد يعني الجيش الحالي من سطوة إيران؟ يجي قادر الجيش الحالي بعيد جدا عن سطوة إيران، هذا الكلام قد ينطبق على جزء من قطاع الحج الشعبي، ولكن عن الجيش العراقي بالتأكيد لا، لأن أنا أتكلم ليس أتكلم من باب يعني الإنتاج، أنا أتكلم من باب المعطيات. أنا أعرف أخبار السنوات في الجيش العراقي وخارج العام، يعني كعام ونصف تقريبا، وكانت المنظومة العسكرية العراقية قبل عام 2014 وبعد عام 2014. هذا التصريح لا ينطبق على الجيش العراقي. الجيش العراقي اليوم لديه ضباط مشتركين، لديه ضباط مهنيين يؤمنون بعقيدة عسكرية وضعت وكتبت وفي استراتيجية عسكرية. لا يعني قد مثلا يعني الجيش العراقي تبتدي فتره التسليح الشرقي وبعدين تسجلت حتى يسوي شرفه عام 2019. نعم. عندما ضربوا الجيش العراقي وجاءوا عادوا بناء هذا الجيش في اليوم هناك استراتيجيه 2018 تبدا اين في عدد تسليح الجيش العراقي هذا. نعم. الكلام يسير من الحينه الايرانيه الامريكيه في المنطقه. نعم. أستاذ شاهين محمد، يعني هل يفهم من هذا التصريح بأن إيران لا تبالي بأن تجعل من الجيش الحالي في العراق وسوريا ووضعه في أي مواجهة عسكرية قادمة؟ إيران تعمل على إضعاف العراق بكل الجوانب العسكرية والسياسية والاقتصادية ليكون تابع لها، هذه هي السياسة الأساسية. أما تصريحاتهم حول استراتيجية الذهاب خارج الحدود فهي هذه استراتيجية الدول العدوانية، ذهب الاتحاد السوفيتي إلى أفغانستان بذات الحجة، وذهبت أمريكا إلى أفغانستان وجاءت إلى العراق بذات الحجة، هذه حجج عدوانية للدول التوسعية. فلذلك إيران تسعى لتعميق هذا المفهوم
لتحتل هذه البلدان وتسعى لإضعافها في كل مجالاتها في الجيش وغيره. أنا لا أتوقع أن تكون الجيش الحالي العراقي بعيدا عن السطوة الإيرانية أو النفوذ الإيراني، لأن إيران تسيطر وتهيمن على جميع المفاصل الأساسية في الدولة العراقية من ما يسمى بالبرلمان وما يسمى في الحكومة والمؤسسات السياسية الأخرى، كلها تسيطر عليها إيران. فلماذا يكون الجيش بعيدا عن هذه عن هيمنة الإيرانية؟ فبالتالي إيران لا تذهب بهذا الجيش إلى مجالات أن يصبح قوي أو يصبح متماسك أو ذات عقيدة وطنية. نعم أستاذ ماجد القيسي، برأيك ما هي الإمكانيات العسكرية التي يمكن أن يقدمها الجيشين في العراق وفي سوريا إلى إيران المنهمكين أصلاً بمواجهات مسلحة في حال وقعت مواجهة عسكرية ضد إيران؟ نعم غير جاهز الأستاذ القيسي. أعاود التساؤل إليك أستاذ شاهين محمد، يعني من وجهة نظرك ما هي الإمكانيات التي يمكن أن يقدمها الجيش في العراق وفي سوريا من الناحية العسكرية إلى إيران؟ أي مواجهة ستكون مع إيران في الواقع السياسي، لا توجد مواجهة أمريكية إيرانية ولا توجد مواجهة تركية إيرانية ولا روسية إيرانية، فقط المواجهة العربية الإيرانية اللي ممكن أن في المحيط السياسي المفهومة الآن هو المملكة العربية السعودية. هذه الجيوش لا تستطيع أن تقدم شيء لإيران لأنها منهكة، وهناك عقيدة أخرى في إيران على أنها تريد أن تنتصر بغيرها، أي ستستخدم الميليشيات وتستخدم الحدود المفتوحة في العراق اللي زعزعت الوضع في المملكة العربية السعودية، ولا تستفيد من هذه الجيوش بإضافة قوة عدوانية مضافة ضد المملكة العربية السعودية. ما هي هذه إيران؟ نعم. الأدوات التي يعني تعول عليها إيران لدى هذين الجيشين المنهمكين أصلا في مواجهات مسلحة، إن كان في العراق وفي سوريا معروف بأن القوات الحكومية الجيش الحكومي يعني للتو خرج، وهناك يعني كذلك مواجهات تجري بين يعني الحين والآخر مع تنظيم الدولة. ما هي الأدوات العسكرية؟ يعني هل يمتلك أدوات عسكرية مثل صواريخ بعيدة المدى أو مثلا خطط عسكرية تساهم في صد أي هجوم ضد إيران، حتى لو كما تفضلت أنت أن تكون هناك مواجهة عربية مع إيران؟ لا توجد أدوات قوية في الجيش العراقي، أما في سوريا نعرف أنه انتهت كل إمكانيات الجيش السوري، والجيش العراقي هي الأسلحة الموجودة المتطورة إما إيرانية فإيران تمتلكها أصلا أو أمريكية، وأمريكا إذا أرادت أن تسمح في غزو المملكة العربية السعودية من قبل إيران فتسمح لهؤلاء باستخدام هذه الأسلحة بعيدة المدى، ولا أعتقد يوجد في العراق حسب علمنا هذه الكمية المؤثرة ضد المملكة العربية السعودية من أسلحة وغيرها. يعني العمل الخارجي مع إيران هو فقط مع المملكة العربية السعودية وليس مع أي دولة أخرى بالنسبة لإيران. هذه الجيوش لا تستطيع تقديم شيء لإيران إلا إذا ما أرادت أمريكا أن تدفع بالجيش العراقي الحالي أن يقف مع إيران، وتزوده أمريكا بالذات بأسلحتها المتطورة للهجوم على المملكة العربية السعودية، وهذا بعيدا في وجهة النظر كثير من السياسيين أن يحدث. نعم يعني حتى يجهز الأستاذ ماجد القيسي، أستاذ شاهين محمد، برأيك موقع ميليشيات الحشد الشعبي في العمق الاستراتيجي الإيراني إن كان في العراق أو في سوريا في مرحلة ما بعد تنظيم الدولة؟ اليوم أصبحت تجنيد لصالح إيران علني في العراق وفي سوريا لتأسيس جيش مستقل خاص في هذه المنطقة يسيطر على سوريا وعلى العراق. الميليشيات موجودة أصلا في العراق قوية
وهي مؤسسة إيرانية تدريبا وتسليحا وتمويلا، وقادرة على فعل أي شيء تطلب منه إيران. وكذلك في سوريا الآن بدأ التجنيد الرسمي لميليشيات إيرانية عبر قنوات رسمية أيضا سورية مع الأسف، الميليشيات بموافقة سورية رسمية بدأت. فهذه الميليشيات لا تستطيع تقديم الكثير لإيران، فقط إزعاج الدول العربية وإقامة جيش من الطائفيين لصالح إيران. نعم، سعي إيران الدائم لدعم ميليشيات الحشد الشعبي ألم يضعف دور الجيش الحكومي؟ برأيك إذا توج الدعم الإيراني لميليشيات الحشد في المرحلة القادمة بفوزها بالانتخابات، كيف سيكون شكل الجيش الحكومي في العراق؟ إيران تخطط بالمرحلة القادمة لأمر خطير جدا وذات أهمية كبيرة لإيران، هو أن تعمل من الميليشيات قوة فاعلة أكثر من الجيش وأكثر من القوى الأمنية الأخرى، وتدخلها في إطار سياسي ذات صبغة قانونية في واجهة الدولة العراقية، لتكون المرحلة وهي الأخطر القادمة على العراق هي دخول مرحلة المعاهدات الاستراتيجية التي تؤدي بالتالي إلى ضم العراق إلى إيران بحجج مذهبية أو بحجج هذه المعاهدات الأمنية أو الاستراتيجية مع إيران. هذه هي مخطط إيران لاستخدام الميليشيات في المرحلة القادمة. إيران تسعى لضم العراق بالمرحلة القادمة، هذه ما يسمى بالانتخابات، ستضم العراق، ستسعى عمليا، وذلك هي ستضعف كثير من الأصوات التي تدعي أحيانا باستقلالية العراق، القرار العراقي عن إيران مثلا. هي ستضعف الصدر وجماعته على أساس أن هناك أصوات بهذا المجال، وتدعم المؤسسات التي أشرفت على إنشائها إيران مثل قوات بدر والعصائب وغيرها. نعم أستاذ ماجد القيسي، يعني عندما يتحدث العميد حسين سلامي بأن إيران تمتلك القدرة على مواجهة التهديدات والأعداء، ما هي قدرات إيران على مواجهة هذه التهديدات والأعداء؟ من هم الأعداء برأيك، وما هي القدرات التي تمتلكها إيران في مواجهة هذه التهديدات؟ الحقيقة هو يقصد بها الآن الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الإقليمية في المحيط الإيراني، هو يقصد بها هذه. أما قدرات الإيرانية هي تعتمد أولا على المنظومة، منظومة صواريخ وفرسان الصواريخ، هذه لديه أيضا أجنحة ولديه فصائل أو ما يسمى بالأذرع التي متواجدة في سوريا، في العراق، في اليمن، في لبنان كحزب الله، هذا أيضا القوة الثانية. القوة الثالثة أيضا هو يعتمد على التجربة السابقة بالنسبة إليه وتجربة الجيش الإيراني في الحرب العراقية الإيرانية آنذاك، هو يمتلك ورقة ضغط، يمتلك أيضا قوة. وإيران يعني حتى مع اختلافنا معها في الأساليب أو في السياسة الإقليمية، لكن هي قوة إقليمية كبيرة في المنطقة. هذه هي تشكل عوامل أو أوراق ضغط تجاه الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية منذ أن جاء ترامب إلى السلطة قبل عام أو أكثر من عام، هو وضع في حساباته أنه يجب تحكيم الدور الإيراني في المنطقة ابتداء من لبنان إلى سوريا إلى العراق وفي اليمن. ولهذا نشاهد أن القواعد الأمريكية اليوم تشرف على الحدود العراقية السورية في شمال شرق سوريا، في الميلاد، في الرقة، في التنف وغيرها، في محاولة لتحكيم الدور الإيراني. ووضع استراتيجية أخرى هو الضغط على إيران من ناحية الملف النووي، وبالحقيقة هو يريد أن يضغط على إيران لإنهاء البرنامج الصواريخ الفالستية العابرة، تشكل تهديد بنظري تجاه إسرائيل أو تجاه التواجد في أمريكا أو تجاه حلفائها في المنطقة. إذن هناك صراع بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران،
هذا الصراع بين هذه الدولتين نقل إلى بلدان مثل سوريا مثل لبنان مثل العراق مثل اليمن. هذا هو ما تكلم به الجنرال أو العميد سلامي. نعم. وهو نقل المعركة لأرض غير الأرض الإيرانية، وهذا هو البعد الاستراتيجي فيها، وهذا النمط الجديد من الحروب. نعم. وهو حتى يكون ويدافع عن إيران أو يدافع عن حدود إيران خارج إيران وليس داخل إيران. نعم. سألتك قبل انقطاع الاتصال وتوجهت بالتساؤل إلى الأستاذ شاهين محمد، يعني ما هذا من جانب إيران، تحدث إمكانيات إيران، ما هي الإمكانيات العسكرية من جانب الجيش في العراق أو في سوريا التي من الممكن أن يقدمها إلى إيران في حالة وقوع صدام مع إيران؟ الحقيقة أنا أتكلم عن الجيش العراقي. نعم. يعني أنا لست يعني معنيا بالجيش السوري يعني. نعم تمام. ما خص الجيش العراقي، طبعا احنا نعرف ان سياسه الدفاع هي ما تضعها القياده السياسيه، والحرب بالنتيجه هي ظل السياسه على الارض، والنتيجه هي قرار سياسي، والقرار السياسي العراقي وهو اكثر ما صرح به السيد العبادي اكثر من مناسبه، ان العراق يجب ان يكون على خطوه واحده من الجميع وعدم التدخل في شؤون الاخريه، ويمنع ايضا ويرفض اي تدخل في الشؤون العراقيه او يكون العراق ساحه للصراعات اقليميه او دوليه. ولهذا سياسه الجيش العراقي هي منبثقه من سياسه الدوله التي يقودها السيد العبادي حاليا او الحكومه التي يقودها السيد العبادي حاليا. نعم. في حاله بقاء رئيس وزراء حيدر العبادي، في حال تولى على سبيل المثال يعني زعيم في ميليشيا معينة تابعة لميليشيات الحشد الشعبي، كيف سوف تكون الصورة من ناحية تقديم المساعدة والدعم لإيران في حالة وقوع مواجهة في المرحلة القادمة؟ هذا السؤال هو سابق، وأن لا يمكن التكهن بما يجري، ليس تكهن وإنما قراءة. يعني لو افترضنا حاليا وقعت بوجود رئيس الوزراء حيدر العبادي وقعت مواجهة مع إيران، أكيد سوف يكون هناك دعم من قبل ميليشيات الحشد الشعبي المرتبطة بإيران. هذا بالتأكيد، هناك بعض الفصائل وليس جميع الفصائل أستاذ عمر. نعم. لا يجب أن لا نخفض الأوراق جميعا. نعم. هناك بعض الفصائل وليس جميع الفصائل الحشد الشعبي. نعم، حددناها المرتبطة مع إيران. نعم. نعم، المرتبطة بإيران قد تكون لها، نعم لها تأثيرات، وقد تكون لها يعني تأثيرات وردود فعل موالية إلى إيران تجاه القوات الأمريكية. ولكن السؤال الأهم أستاذ عمر، يعني أن ندخل في هذه الجدلية، ودائما يدخل العالم نعم. الجدلية ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، خلينا نرجع إلى أرض الواقع ومن المعطيات. نعم. أن الولايات المتحدة هي الأمريكية تستثمر في إيران، وإيران تستثمر في الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. يعني خلينا نكون واقعيين، يعني نعم. الولايات المتحدة تستخدم إيران كورقة ضغط تجاه الدول الإقليمية، وإيران تستخدم الولايات المتحدة للتدخل في إقليمها الإقليم. نعم. يعني الأستاذ شاهين محمد أشار إلى أن المواجهة لن تكون مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن سوف تكون مع الدول العربية الخليجية، وبالتحديد حددها السعودية. لو كانت هناك مواجهة. هي المواجهة بالوكالة أستاذ. نعم. هي المواجهة الآن بالوكالة أستاذ عمر. نعم. يعني خلي أيضا أهم أن نكون يعني أكثر واقع، يعني هذا اليوم في اليمن من يقاتل؟ يعني في سوريا من يقاتل؟ نعم. في لبنان اليوم حزب الله موجود يعني. نعم. اليوم المواجهة متواجدة، اليوم حرب الوكالة وحرب الكنابة. أنا ما أكدت في بداية كلامي وكان الصوت يعني ما تكلمت أنا أعتقد يتقطع. نعم. الحروب هذه مختلفة، يعني مختلفة عن كل الحروب التقليدية الأخرى. نعم. اليوم لا يوجد هناك جيوش تقليدية تتواجه فيما بينها. يعني اليوم تركيا تواجه، يعني تقوم أيضا بحرب بمعركة في عفرين، لكن أيضا هناك يعني من يدعم أو يسند الجيش التركي من فصائل الجيش الحر السوري يعني. إذا هناك استهداف أو ما يسمى بالحرب بالإنابة أو حرب بالوكالة. نعم. إيران لا تستخدم، إيران لعلمك يعني لا يوجد فيها في العراق هذا، يعني أعطيك عن العراق جندي واحد في الجيش الإيراني، يوجد مستشارين يوجد هذا، ولكن لا يوجد جندي واحد. إيران لم تخسر جندي واحد منذ عام 2003.
نعم يعني خلينا نكون واقعيين وصريحين، لكن تدخلها ونفوذها هو عن طريق وطائف اخرى وما تسمى الوكاله او بالانابه. نعم. لهذا اليوم هي المعركه الحرب تجري في الاقليم، في الاقليم العربي من اليمن الى لبنان الى سوريا الى العراق الى ليبيا، كلها هي حرب بالوكاله. نعم. كلها هي حرب بالانابه. هذا هو الجيل الجديد من الحروب ان صحت التسميه. نعم، استاذ شاهين محمد، يعني هل تتوقع ان يحدث صدام بين قوات الجيش في العراق وبين ميليشيات الحشد الشعبي المدعوم من إيران في المرحلة القادمة في ظل تعاظم دور ميليشيات الحشد؟ لا يمكن حدوث هذا الصدام، لأن إيران هي المهيمنة على القرار السياسي في العراق. وإذا ما تفضل ضيفة الكريم أن الجيش يقوده العبادي، العبادي ايضا جزء من العمليه اللعبه الايرانيه، فلا يمكن حدوث مثل هذا الصدام الا في حال طلبت امريكا ان يزداد الدم العراقي قتلا وتشريدا. نعم. زياده ستخلق معركه اخرى بمواجهه ما يسمى بالجيش والميليشيات في محافظه ما، حتى تقع تخسف الارض بما فيها على ناتها، كما حدث في يعني التدمير، انا اقصد هنا فقط التدمير. نعم. كما حدث التدمير في الموصل والرمادي والفلوجه، سيختارون محافظه اخرى سيقاتل فيها الجيش والميليشيات، ولكن سياسيا لا يمكن تصور حدوث مثل هذا الصدام. نعم. لان الحكومه تسيطر عليها ايران، وايران هي التي انشات الميليشيات، والقرار الحكومي قرار ايراني، فلا يمكن حدوث مثل هذا الصدام. نعم، أستاذ شاهين محمد الكاتب والمحلل السياسي من السويد، والأستاذ ماجد القيسي الباحث في الشؤون العسكرية من بغداد، شكرا جزيلا لكما. أعزائي المشاهدين، فاصل ونعود إليكم. أهلا بكم من جديد. مع استمرار معاناة النازحين في العراق وعدم قدرتهم على العودة إلى منازلهم المدمرة، أكدت دراسة جديدة لمؤسسة الشرق الأوسط للبحوث أن 55% من النازحين في كردستان العراق يرفضون العودة إلى مدنهم ويخططون للهجرة خارج العراق نهائيا. وبيّنت هذه الدراسة أن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 26 إلى 35 سنة هم الأكثر تفكيراً بخيار الهجرة خارج العراق. نتابع هذا التقرير ونعود للنقاش. الآلاف من الطلبة الجامعيين في العراق يتخرجون سنوياً إلا أنهم ينضمون إلى جيش العاطلين عن العمل لعدم احتضانهم من قبل مؤسسات الدولة، مما أدى إلى تفكيرهم جدياً في ترك البلد والبحث عن فرصة عمل مناسبة خارج العراق، وفي الوقت الذي تمثل فيه موجات النزوح الداخلي خياراً لدى الكثير من المواطنين بعد دمار مدنهم وبيوتهم بسبب العمليات العسكرية ضد تنظيم الدولة، مثلت الهجرة خياراً أكثر إقبالاً من قبل آخرين. فبالرغم من مخاطر طرق الهجرة إلى أوروبا، إلا أن العراقيين حلوا من بين أكثر الجنسيات وصولاً إلى الأراضي الأوروبية عن طريق البحر المتوسط هرباً من الأوضاع الأمنية والاقتصادية المتردية.
إعلان الحكومة انتهاء العمليات العسكرية لم يثني المواطنين عن تفكيرهم، فالأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية في المناطق المستعادة لا تزال غير مستقرة ولا آمنة لعودة النازحين إليها. مؤسسة الشرق الأوسط للبحوث ماري أعلنت في دراسة أجرتها أن 55% من النازحين المقيمين بكردستان العراق فضلوا عدم العودة ومغادرة البلد نهائياً، مشيرة إلى أن أكثر من نصف العدد المذكور لديه خطط فعلية حالية للقيام بذلك. أهم العوامل الدافعة إلى هجرة الأشخاص هو وجود أفراد من العائلة أو الأقارب أو الأصدقاء في الخارج، إذ اضطر أكثر من 3 ملايين مواطن إلى النزوح من ديارهم بحثاً عن الأمان المفقود فيها. أما الأسباب الأكثر إلحاحاً التي تدفع النازحين إلى مغادرة العراق فهي إيمانهم بانعدام الأمن والفرص الاقتصادية، بالإضافة إلى إدراكهم بمستقبل الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في العراق خلال السنوات القادمة، لا سيما مع تكرار المشهد السياسي في العراق منذ 2003. ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا الشيخ عبد القادر النايل الناشط السياسي من عمان، والأستاذ شاهو القرداغي الباحث في الشأن العراقي من إسطنبول، فمرحبا بكما معنا. شيخ عبد القادر، ما هي الأسباب برأيك التي تدفع أكثر من نصف النازحين أن يغادروا العراق نهائيا بحسب مؤسسة الشرق الأوسط للبحوث؟ ألم تنتهي المعارك مع تنظيم الدولة؟ اهلا وسهلا بكم وبمشاهديكم الكرام وبضيفك الكريم. من المعلوم تماما ان النازحون عندما يصلون الى مرحله اليأس، ذلك لان هناك هدفا استراتيجيا للسلطه الموجوده في بغداد والتي تدفع من خلال الخبرات الايرانيه فيها الى اشعار النازحين باليأس في العوده الى مناطقهم. العراقيون اصحاب جذور عميقه في ارضهم، وبالتالي هم في اعتى ايام معاق كانت كمعركه الفلوجه وغيرها، عندما ضربوا بالالكتور والغازات التامه والاسلحه المحرمه الدوليه الفوسفور الابيض وغيره، ابان الحرب الامريكيه العراقيه والتي استمرت لسنوات وكانت تشهد هذه المناطق معارك، لكنهم بقوا في منازلهم والموت يخيم من فوقهم بالطيران ومن امامهم امام الشوارع لاكثر حرب عصابات. لكن هناك خطه نبهت عليها القوى الوطنيه العراقيه المناهضه لهذه العمليه السياسيه منذ اللحظه الاولى، ان مشروع النزوح وبناء المخيمات لا ياتي في اطار انهم يريدون ان يوفرون مناطق امنه او بعيده عن الصراع او بعيده عن العمليات العسكريه، انما هناك خطه لدفع أكثر عدد ممكن من الناس بالهجرة خارج العراق، وذلك لأجل التغيير الديموغرافي وتغيير النسب. وإذا ما لاحظنا أن الصراع الذي يخدم إيران ويخدم السلطات والأحزاب والميليشيات الموالية لها، تجد أن جمهور تلك المناطق هم الذين يتم بزجهم ودفعهم دفعا باتجاه مغادرة العراق. لذلك الأسباب الاقتصادية وانعدام الأمن وغيرها ليست الأسباب الأساسية، إنما الأسباب التي تتعمد الحكومة في إيذاء المواطنين من عدم توفير مخيمات كريمة لهم، وهذا ما شهدناه وشهده العالم وشهده الإعلام عندما سلط الضوء على مخيمات بالية ليس فيها أدنى شيء من مقومات الحياة، ثم أنهم لا يسمع لهم بالعودة إلى مناطقهم المهدمة والمدمرة. هذا كله حقيقة وخطة استراتيجية حكومية لدفع الناس تجاه اليأس، واليأس يؤدي إلى التفكير بالهجرة من العراق، وبالتالي هذا المشروع هو مشروع إيراني لتقليل نسبة السنة العرب في العراق إلى النسبة المتدنية التي يريدونها، وبالتالي هذا هو التغيير الديموغرافي الذي يشهده العراق برعاية حكومية واضحة وأمام فرع العالم. نعم أستاذ شاهو، يعني إذا ما تحدثنا بلغة الأرقام، بحسب أرقام وزارة الهجرة والمهجرين فإن أكثر من 2,600,000 نازح ما زالوا في مخيمات النزوح وخارج مناطقهم، يعني أكثر من 1,300,000 نازح يفكرون في ترك العراق بحسب
دراسة الشرق الأوسط للبحوث، كيف تقرأ هذا العدد الكبير؟ طبعا أضف إلى ذلك مئات الآلاف الذين هاجروا في السنوات القليلة الماضية. بداية تحياتي لكم. هذا من الأسباب الرئيسية لسياسات الحكومة العراقية التي ركزت على محاربة الإرهاب ورفعت هذا الشعار دون أن تفكر في تداعيات هذا العمل وآثاره. الحكومة العراقية التي تسببت بسياساتها الطائفية سابقا وبعد ما جاء تنظيم داعش الإرهابي وبعد التخلص من داعش الآن لم تفكر في سياسة لاحتواء المواطنين لعودتهم إلى المدن. نحن الآن نرى أن ليس فقط المدن التي فيها كان يوجد فيها داعش غير مستقرة بتحبل، حتى بغداد العاصمة تشهد غير استقرار، ويوميا هناك عمليات نصب واحتيال و اختطاف للمواطنين، وبالتالي المواطن يشعر أن عودته إلى مناطقه أولا غير آمن، وثانيا يعرضه لاعتداءات الميليشيات الطائفية السائبة التي تجاوزت عددها 80 ميليشيا وفتحت أكثر من 800 مكتب في هذه المناطق، وبالتالي لا يوجد أي عامل من عوامل الاستقرار في هذه المناطق. أيضا إذا نضيف أمر آخر، هؤلاء النازحين لم يتلقوا أي دعم من الحكومة العراقية. أنا أتحدث عن النازحين في إقليم كردستان العراق، لم يتلقوا أي دعم، ومنذ حظر الطيران من قبل الحكومة العراقية توقفت دعم المنظمات الدولية لهؤلاء النازحين، وبالتالي يفكرون في الهجرة. هذا يعني أن الحكومة العراقية لم تكن عاملا، لم تعمل لتكون عامل استقرار و تقنع المواطنين النازحين للعودة إلى مناطقهم، بل ساهمت في ترسيخ عقلية أنه لا يمكن أن تعودوا إلى مناطقكم وعليكم بالتفكير في الهجرة والخروج من البلاد. للأسف هذه تراكمت هذه العوامل، وأنا أعتقد أن النسبة أكثر من ذلك، لأن كل مواطن يفكر الآن بالخروج بسبب فقدان مؤهلات العيش الكريم في هذه المناطق وانتشار الميليشيات بشكل رهيب. فالشباب مثلا ليس لديهم خيار إلا أن ينضموا إلى هذه الميليشيات أو يدفعوا الأساوات ليبقوا على قيد الحياة أو يستمروا في تجاراتهم، وهذا لا يعني أنه هو على قيد الحياة، بل يعني أنه يصبح ميليشيا بشكل تدريجي، وبالتالي تراكمت هذه الأسباب وتسببت إلى هذه النتيجة الكارثية المأساوية للأسف. نعم شيخ عبد القادر، أنت ناشط في المجال السياسي العراقي وكذلك باحث في هذا المجال، أغلب من يفكر بالهجرة هم من فئة الشباب، برأيك ما هي التداعيات السلبية لهجرة الشباب العراقي على الواقع الاجتماعي العراقي في الوقت الحاضر وعلى المدى القريب والمدى البعيد؟ من المعلوم أن الشباب عماد التغيير بطريقة واضحة تماما، وهم من يعول عليهم على تغيير الواقع ومناهضته، وبالتالي عملية الضغط الهائلة على الشباب كما تفضل ضيفكم الكريم إما أن يدفع الأساوات أو أن ينتمي إلى الميليشيات، وهذا ما لا يريده بنسبة 90% إلى 95% من الشباب في هذه المناطق، أن يزج نفسه بهكذا صراعات. لذلك عند فقدان الشباب والهجرة من هذه المناطق فإن هناك تداعيات خطيرة. هذه التداعيات تمثل على العامل الاجتماعي، بحيث أن هؤلاء الشباب الذين سيتم التضحية بهم ويتركون عوائلهم ويتركون تلك المناطق سترتفع نسبة العجز الكبير الشباب الموجود، وبالتالي ستكون فقط العوائل المتكونة من النساء وكبار السن، وتلك المناطق ستكون خاربة لا تستطيع أولا أن تدافع عن نفسها ولا أن تكون جزء من أي عملية قادمة لاسترداد العراق أو إصلاحه أو النهوض به، لأنه لا يمكن الاستمرار بالعراق بهكذا إطار. نعم عوامل التخريب كبيرة، انتشار الميليشيات واسع، لكن هذه القضية لن تبقى الأمور على هكذا حال، لأنه متوقع انهيار هؤلاء الطائفيون المأزومين الذين بقاؤهم بسبب الدعم الغربي لهم، وبالتالي متى ما انتهى هذا الدعم سينهارون بين ليلة وضحاها، وبالتالي إذا منهاروا فلا يوجد هناك شباب يستطيعون النهوض بالواقع الحقيقي والتغيير الأساسي. فضلاً عن المشكلات الاجتماعية عندما يتركون الشباب عوائلهم، بالتالي من الذي سيعين هذه العوائل؟ بالتالي نحن أمام مأزق اجتماعي كبير تماماً، إضافة إلى أنه كما يعني عمليات البناء، عمليات النهوض بمؤسسات أخرى، عمليات أن يكون هناك مقاومة للتغيير الديمغرافي، عمليات كثيرة
تشوف هجرة الشباب وبها مضار حقيقية وواسعة لا يستطيع أن ننحصر في دقائق في ذكرها، لأن الشباب شريحة مهمة بل هي أساسية في عملية البناء في هذه المناطق أو إعادة بناء هذه المناطق. نعم أستاذ شاهو، يعني بطريقة أو بأخرى أليست الهجرة تؤدي إلى تغيير ديموغرافي في مناطق العراق؟ يعني على سبيل المثال ما حصل لمسيحيي العراق؟ طبعا بلا شك، والآن المسيحيين يشعرون بعدم وجود أمن وأمان في هذه المناطق، وأصلا خلق الإرهاب وخلق الفوضى وخلق العنف كان في سبيل تغيير ديموغرافي. نحن إذا نرى سياسات إيران في المنطقة نرى أنها سياسات ليست عبثية بل هي منظمة وتريد أن تسعى لتصل إلى هدف معين. الآن المسيحيين يشعرون بنفس الشعور، السنة يشعرون بنفس الشعور. أنا عندي نماذج من عودة مواطنين إلى مناطقهم، الميليشيات يقولون لهم نحن حررناها لكم وأنتم تريدون السيطرة عليها مجدداً، هكذا يتعاملون مع المواطنين الأصليين الذين يريدون العودة إلى مناطقهم بالرغم من ثبات تورطهم بتسليم المدن إلى المنظمات الإرهابية والتعاون معهم، إلا أنهم لا يريدون لا يسمحوا لهؤلاء المواطنين بالعودة إلى مناطقهم، وبالتالي هذا يتفاقم الأزمات. وهذا المواطن يعني موجة الهجرة بهذا الشكل الكبير، وأيضا هناك أرقام تثبت أن العراقيين الذين يسافرون للخارج يريدون الاستقرار في الخارج، يعني لا يفكرون في العودة بسبب فقدان البيئة الآمنة داخل العراق، وبالتالي أنت تخسر جميع العقول الإبداعية والابتكارية والشباب والطاقات التي من الممكن أن تنهض بالمجتمع، من الممكن أن تنهض بالدولة. وهذا ما يؤدي إلى احتكار طبقة معينة للسلطة والسياسة والمال واستمرار الفساد بلا شك، لأنه إلى الآن وبعد التخلص من داعش ليس فقط المسيحيين وباقي المكونات بشكل عام، أي شخص يرفض السلطة الميليشيات لا يستطيع العودة ولا يستطيع الاعتماد على نفسه وحياته في هذا العراق الجديد الذي صنعوه لنا. نعم شيخ عبد القادر، يعني مسؤولية المجتمع الدولي تجاه هذه الظاهرة، المجتمع الدولي ألا يدرك بأنه يقوم بالوقوف مع حكومات تسببت بكل هذا العدد الكبير من الهجرة، بل أن الغرب هو من يتحمل أعباء هذه الهجرة وهذا اللجوء؟ بالتأكيد هناك دول كالدول الأوروبية تعلم تماما أن هناك إيذاء بالتالي سيتحملونها أيضا هم من خلال الهجرة، لأن الناس أين ستذهب باتجاه ستقصد تلك المناطق، وهم يعلمون خطورة هذا الموقف. ولذلك ترى أن حتى الدول المانحة اشترطت أن يتم تنفيذ أعمالها ليست عن طريق الحكومة حتى تحضر مؤتمر المانحين في الكويت، مما يدل على أنهم يعلمون تماما، وقد قالوا بلسان واضح أن أكثر من 19 دولة لم تشارك بسبب التغيير الديموغرافي التي ترعاه الحكومة، وهو بمعنى التهجير القسري خارج العراق وليس النزوع. هذا كله حق تعلمه، لكن هناك أيضا لوب تتحمله الدرجة الأولى حقيقة المملكة البريطانية. بريطانيا تتحمل جزء كبير من عملية دجب اتجاه تهجير هذه المناطق، لأن هناك مشروع، وهنا أقول بالتأكيد أمريكا ستكون متواطئة، لكن بريطانيا هي التي تحمل حشد بين قوسين، وهي التي تدعم عملية سكوت المجتمع الدولي وأوروبا من خلال النزوح العراقي، لأن هناك مشروع تنفذه هذه الميليشيات وإيران لصالح إسرائيل في المنطقة. إسرائيل تريد على المستوى البعيد، وهذا هو تفكيرها، بالتمدد نحو نهر الفرات، وبالتالي هذه الدولة المزعومة تريد من النيل إلى الفرات أن تكون لها دولة ومستقر، وهذا لن يكون إلا بخروج أهلها وخروج شبابها، وبالتالي عجز تلك المناطق على النهوض ومقابلة التحديات التي تسعى من خلال تأمين إسرائيل أو البحث باتجاه الاستيلاء على هذا المشروع الذي هو في مخيلة إسرائيل إلى هذه اللحظة. فبالتالي بريطانيا راعية مشروع الاستيطان الإسرائيلي في قلب العرب، لا زالت ترعى عملية إرباك المنطقة بين الفرات وبين النيل، حوض النيل، هذه المنطقة الأساسية التي ينبغي التركيز عليها وهي ما بين الفرات. لذلك يجري عمليات التهجير على هذه المناطق على قدم وساق، وبالتالي يغض المجتمع الدولي على كل
الجرائم المعروفة والمعلومة والتي يتباهى بها الميليشيات والحكومة آبان وقوعها ولا زالت تقع على هؤلاء الناس بطريقة واضحة تماما، لأن هناك مشروع أكبر. لذلك هذه الميليشيات والحكومة وإيران تنفذ مشروعا باقيا على المجتمع الدولي من خلال بريطانيا، وبالتالي أمريكا تبعث مشروع البريطاني. وعلى هذا الأساس فإن هناك حقيقة عملية ضغط على المجتمع الدولي وعلى الدول التي تتضرر من هذه الفكرة بالسكوت على ما يجري من عمليات التهجير القسري في العراق. نعم أستاذ شاهو، كيف يمكن معالجة ظاهرة الهجرة من العراق؟ أم أن هذا الأمر يعني بات مستحيلا في ظل فساد الحكومات المتتالية بعد الاحتلال؟ في الحقيقة هذا الأمر يقع على قاعتق الحكومات، يعني في أي دولة يكون فيها ينتشر هذه الظاهرة الحكومة تجلس وتعترف بأخطائها، وقد تستقيل الحكومة ويأتي حكومات جديدة بسبب هذه الظواهر، ويضعون خطة لكسب الشباب ومنع العقول من الهروب. ولكن الآن نرى أن الحكومة هي أصل المشكلة. يعني عندما اقترب موعد الانتخابات سمعنا بإعادة النازحين بالقوة إلى مناطقهم، هذا يعني أن هذه الحكومة لا تكترث بهؤلاء النازحين، سواء يذهبون إلى الهجرة يغرقون في البحار أو يعودون إلى مناطقهم و يكونون ضحية للميليشيات الطائفية. الحكومة لا يهمها المواطنين إلا في مجال واحد، هو كسب الشرعية في الانتخابات وتجديد الوجوه الفاسدة ليستمروا. هذه السياسات تعني أن لا يمكن حتى بوجود منظمات ومؤسسات وجمعيات تعمل لمنع هذه الظاهرة، إلا أن الجانب الأكبر تقع على عاتق الحكومة. وبما أن الحكومة للأسف إلى الآن يعني أثبتت أنها حكومة عاجزة، نعم، بدليل أن الميليشيات في كثير من المناطق تمنع النازحين من العودة، بينما الحكومة لا تستطيع أن تمنع الميليشيات من هذه التصرفات الميليشياوية. وبالتالي الحكومة عاجزة عن إيجاد حل لهذه الأزمة، ويمكن أنها لا تشعر أيضا أصلا بوجود أزمة، لأن اهتماماتها هي تثبيت الميليشيات ونهب الثروات وهذه الأمور، وليس من اهتماماتها المحافظة على المواطنين ومنعهم من الهجرة إلى خارج البلاد. نعم الأستاذ شاهو القرداغي الباحث في الشأن العراقي كان معنا من إسطنبول، والشيخ عبد القادر النايل الناشط السياسي من عمان، شكرا جزيلا لكما. أعزائي المشاهدين شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.